سيتم طرد صامويل ايتو رئيس الاتحاد الكاميروني قبل موقعه الجزائر؟ الاجابه هي نعم. صامويل ايتو فيس معرض للطرد من رئاسه الاتحاد الكاميروني بعد المشكله الكبيره اللي بدات تطوح في الافق بعد حكم طاس. هي حاجه اسمها المكتب بتاع الشكاوي بتاع الاتحاد الدولي تقريبا اسمه طاس، وهم طاس دي فض المنازعات والكلام ده، كان فيه موجود عندهم شكوى من اللجنه الاولمبيه الكاميرونيه ضد صامويل ايتو والانتخابات بتاع الاتحاد الكاميروني. او حسيت بيها، هو هشام حطب ومرتضى منصور عندنا بالظبط كده. لا بس هناك بقى صامويل ايتو، يعني هناك بقى بسم الله ما شاء الله، يعني ما بيخشيش في مشاكل مع رؤساء الانديه، لا بيخش مع صامويل ايتو على طول. وصامويل ايتو مره واحده بقى هو اللي طار. صامويل ايتو بقى في كلام كتير على تشكيل لجان مؤقته في الاتحاد الكاميروني، والاتحاد الكاميروني هيعاني من مشاكل كتير، لان احنا عارفين الاتحادات المؤقته دي احنا عايشين في الموضوع ده بقى لنا سنتين مع لجان مؤقته معلم بقى الله ربنا. فالاتحاد الكاميروني والاطاحه بصامويل ايتو ممكن يكون حدث مميز جدا بالنسبه للمنتخب الجزائري قبل المباراه القادمه مع المنتخب الكاميروني في تصفيات كاس العالم. يا الناس كانت بتتكلم يا اخي على ان صامويل ايتو عايز يختار ملعب جابوما للمنتخب الجزائري، فجت من عند ربنا وصامويل ايتو هيطرد هو من الاتحاد الكاميروني، اللي هو باشا اعتمدنا بالصلاه على النبي كده دلوقتي، ما بقاش في صامويل ايتو ولا مش صامويل ايتو، ولا ايتو هيختار ولا ايتو هيعمل ولا ايتو هينيل، ويلا عم ايتو اللي لبست كل المساوئ بتاع بطوله افريقيا كلها لوحدك، طلعت دفعت عن ايتو انا هنا. بس بصراحه في حاجه اللجنه الاولمبيه والمشاكل القانونيه اللي موجوده في الانتخابات دي البسها براحتك عم ايتو، انا مش هطلع اهبط في المشاكل بتاع الاتحاد الكاميروني. بس بصراحه يمكن دي تكون حاجه من المؤشرات الايجابيه بالنسبه للمنتخب الجزائري، يعني مؤشر ايجابي قوي جدا. صامويل ايتو واحد من اكبر الاعمده في الكره الكاميرونيه حاليا، ورئيس الاتحاد الكاميروني واحد من الناس اللي بتحفز لعيبه المنتخب الكاميروني يتم الاطاحه بيه قبل مباراه الجزائر، فاعتقد ان دي رساله مارد ولازم تفهمها ان شاء الله باذن الله منتخب الجزائر موجود معانا في كاس العالم قطر 2022. انا عارف المنتخب الجزائري ما كانش محتاج الموضوع ده، بس هو محتاج ان هو يهد شويه من الحرب النفسيه اللي بتتم ممارستها مع المنتخب الجزائري، ونقل المباراه من ملعب وهنجيبها لا ملعب وهنعمل وهنسوي. فاعتقد الازمه بتاع صامويل ايتو دي هتخلي الاتحاد الكاميروني وصامويل ايتو ينشغلوا في مشاكلهم الشخصيه والداخليه في الاتحاد الكاميروني، ويبعدوا شويه عن مباراه منتخب الجزائر في كاس العالم. عارف ان منتخب الجزائر للمره الثانيه والثالثه مش محتاج كل فيلم الهندي ده، بس ان شاء الله باذن الله لعلها تكون ازمه صغيره تنهي على مستقبل المنتخب الكاميروني في تصفيات كاس العالم قطر 2022. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو فزي رايي يا برو دقيقتين كانوا خفاف كده زراف، ما عجبكش براحتك بقى.